طيب انت عايز تتكلم عن التشكيل، مش معنى التشكيل نعرض بقى تشكيل الاتحاد المستني يعني. طيب احنا التشكيل جاهز يا سمير؟ التشكيل والكره الكوره. لو التشكيل جاهز حط لنا التشكيل، عشان هو مهم جدا برضو جمهور النادي الاهلي يعرف تشكيل اللي غالبا بيلعب بيه نادي الاتحاد المنستيري. طبعا هم بيلعبوا بال 4 3 3 اوكي، دي طريقه لعبهم في كل المباريات، يعني في اغلب المباريات 99% من الماتشات مع المدرب نوفيتش الصربي. في حراسه المرمى بشير بن سعيد، الاثنين المساكين نور الدين وهشام بكر، محمد عمر الباك رايت ده اشول بيلعب بقدم اليسرى، هو بدا في المباريات الاخيره يحطه، يعني هو بيلعب باك ليفت بيحطه باك رايت لان هو عنده مشكله في حته الباك رايت. الباك ليفت بتاعهم اللي هو الباك الشمال محمد الصغراوي، علاء الدريدي ده اللعيب اللي هو السته اللي هو قدام الاثنين المساكين اللي بيديهم الامان. نيجي بقى للاثنين المهمين قوي، اومارو اللي هو اللعيب من النيجر وحسام تقى، الاثنين اللي دايما بيكملوا في المساحات ورا المهاجم اللي هو زياد العلوي. وعلى اليمين هيكل الشيخاوي رقم 28 وده واحد من اللعيبه الممتازه، وعلى الشمال اللي هو رقم 10 ادريس المحريسي. مهاري جدا على فكره هيكل الشيخاوي ده، لعيب حرف جدا قصير صح؟ قصير قوي. والبديل جداً بتاعه انيس بن حتيره، انيس بن حتيره ده لعب في مباراه ده غير انيس بجلبان وحشني انيس. هنشوف في الاهداف يعني بعض نقاط القوه من اللعيبه دي، يعني انا بشوف دايما الفرقه ديت بتعتمد على فكره المهاجم الوهمي، المهاجم بتاعهم هو مش طويل القامه، مش قوي بدنيا. أوكي. هو بيلعب كورته على الارض حلوه، دايما بيتحرك على الاطراف وبيحاول ان هو يفضل مساحات للي جاي، ده واحد من اهم المفاتيح في اللعب. حسام تقى اللي هو لعيب يعتبر البلاي ميكر اللي هو بيكمل ارتكاز المساند، قلنا اومارو اللي من نايجر ناحيه اليمين وحسام تقى ناحيه الشمال، فحسام تقى ده ميزته ان هو بيجي من ورا بيبقى مش متراقب، زي ما احنا شايفين كمان مميز بالتسديدات، بيسدد من حوالي 29 متر من مسافه كبيره، بيسدد بتيجي في العارضه بيتابعها المهاجم اللي هو زياد العلوي، برضو ده بيدل على ان هو عنده توقع، مهاجم صغير 28 سنه عنده حسن التوقع، ان هو توقع ان الكوره هتقع من ايد الحارس وان هو كمل، فده برضو بيدل ان هو مهاجم هداف. الهدف الثاني هو اللي مهم قوي، انا شايف ان الهدف الثاني جمله حلوه ده وقف ثانيه واحده، مين اللي متحرك هنا؟ ده زياد العلوي اللي هو المهاجم المتحرك، دي الفكره اللي هم بيعتمدوا عليه، المهاجم بيتحرك بيسحب معاه الاثنين المساكين، شايفين المساحه قد ايه ما بين المساك اليمين والمساك الشمال في العمق عشان يجي مين من ورا. ده غلط مساك يعني طبعا في سذاجه الدفاع طبعًا. بس هو هنا مين الفكره بتاعتهم ان مين بيجي من ورا؟ اللي هو حسام طقه بالذات، ومارو هو اللي بيدافع بيتحول كارتكاز تاني جنب علاء الدريدي، وحسام طقه هو اللي دايما بيكمل في المساحه دي، المساحه اللي ما بين ما بين الاثنين المساكين في المساحه اللي فضها له مين؟ زياد العلوي. فتعالى نكمل الفيديو هتلاقي بص زياد العلوي اخد الكوره رقص بيلعب بيمينه وشماله على فكره مهاجم كويس، واتلعبت مين اللي جاي من ورا؟ هنا بشوف كان دايما كابتن حماده امام يقول القادمون من الخلف، خطوره القادمون من الخلف ده في الفرقه دي لازم نخلي بالنا في حته الارتكاز، المدافع بتاع الاثنين الارتكاز سواء بدانا باثنين او بدانا بثلاثه ده فضوله الجون خالص وهنا دي ممكن تبقى ميزه وعيب، لان هم لما يندفعوا كده بشكل كبير انت تقدر لو طبعا بخبرات لعيبه الاهلي لو قدرت تاخد الكوره وتلعب المرتدات والسرعات هيبقى فيه الجاب اللي هو عندهم ده وتقدر انت تستفيد منه بشكل كويس يعني. بس هنا ده رقم 8 حسام تقول اللي احنا بنتكلم عنه ان هو سدد في الجون الاول، يعني يعتبر صنع هدف وسجل الهدف الثاني، وهو هو يعتبر مركزه زي عمرو السوليه. نيجي نشوف برده الهدف الثالث ده اللعيب اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه هيكل الشيخاوي بيقف على الكوره بص بيلعبها لأومارو، أومارو برضو بيكمل هنا عشان ماتش يعتبر بالنسبه لهم سهل فأومارو مكمل، لكن أومارو في اغلب الماتشات هو اللي بيأمن، لكن هنا مكمل لعيبه حلوه جدا مش ماله في البعيده. أومارو ده بيلعب في منتخب النيجر يعني كان بيلعب قدامنا في ماتش مصر والنيجر فهم يعتبر انا شايف ان الفرق خطورتهم في اللي جاي من الخلف، عندهم نوعا ما الاجنحه بتاعتهم كويسه سواء هيكل الشيخاوي سواء ادريس المحريسي سواء بن حتيره البديل بتاعهم خبره وكان محترف في المانيا عنده 34 سنه اكيد هيبقى ليه دور حتى لو بديل في الشوط الثاني. هجوميا على المستوى لازم نخلي بالنا زي ما قلت لحضرتك ليه من نقطه اللي جاي من الخلف، حته اللي جاي من الخلف عندهم الضربات الثابته، الضربات الثابته بيلعبوها دايما على البعيده للمدافع يا اما بتتلعب دايما يعني في البعيده يا اما حوالين منطقه الجزاء في الضربات الركنيه، برضه احنا جايبين مثال ليها الضربات الركنيه. يبقى احنا شفنا جميع الضربات الثابته ليهم سواء ضربات ركنيه سواء ضربات ثابته لازم نخلي بالنا من النقط دي، لان الاثنين المساكين عندهم طوال برضه هم على الارض انا شايف ان هم ضعيفين جدا الاثنين المساكين على الكوره سواء كره على الارض على مستوى البطن،
على مستوى التمركز، لكن على مستوى الالتحامات الهوائيه والكرات العاليه هتلاقيهم ممتازين فيه. هو الملعب واضح ان هو ملعب كويس مش وحش، ارضيته كويسه بس قريبه من الملعب، تحس من الملعب كده اللي هي الملاعب اللي هي طالما ما فيش 20000 يعني زي سوسه. لا